وللحديث حول ختام أعمال الندوة وأهم ما جاء في كلمة وفد مملكة البحرين، معنا عبر الهاتف من الرباط سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، عضو مجلس الشورى، رئيس الوفد المشارك في الاجتماع. أهلا وسهلا بك سعادة الدكتورة. يعني أهمية حصول مملكة البحرين على منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي للشبكة البرلمانية. بسم الله الرحمن الرحيم. فوز البحرين بأي مركز برلماني هو رسالة تقدير للتجربة الديمقراطية البحرينية، وإثبات على قدرة هذه المؤسسة البرلمانية في تقديم صورة حضارية عن أهلية الكوادر البرلمانية، وعلى وجه التحديد المرأة البرلمانية البحرينية في حمل لواء المسؤولية بالمحافل الدولية. طبعا هذه المناصب سواء كانت عربية أو دولية تكتسب أهمية كبيرة، لأنها توسع من علاقات البرلمان البحريني مع نظرائه من الدول الأخرى. فكذلك البحرين يعني تكون في مقعد صانع الحدث في المشاركات البرلمانية، وهذه هو الموقع اللي تستحق البحرين بجدارة. فالثقة اللي أولاني إياها أعضاء الشبكة البرلمانية هي ثقة مضاعفة لعدة أسباب أوجزها أني حصلت على هذا المنصب بترشيح من أخواني أعضاء الوفد السعودي. وثقة بقية الحضور. طبعا هذا القرار جاء بالإجماع، على الرغم من أنه كان في اتفاق مسبق بأن يكون في تناصف في المقاعد بالمكتب التنفيذي بين البرلمانات العربية والإفريقية. يعني إن كان الرئيس عربي يكون نائبه إفريقي. ولكن بعد أن تم طرح اسم البحرين جاء القرار بالإجماع وبإشادة الوفود الإفريقية أيضا. وهذه طبعا مصدر فرح لنا، لي شخصيا وللوفد البحريني. السبب الثاني أني أمثل صوت المرأة العربية والخليجية في المكتب التنفيذي، وهذه أيضا جاء بطلب من وفد البحرين لما اجتمعنا في اجتماع الشبكة في يناير الماضي، أن يكون هناك تمثيل للمرأة البرلمانية في المكتب التنفيذي. فحقيقة لي الفخر أن أتولى موقع نائب الرئيس اللي يعد ثاني أهم موقع في هذا المكتب. سعادة الدكتورة، حدثيني أكثر عن أبرز ما تضمنته الكلمة، كلمة الوفد البحريني خلال هذه الندوة. نعم، في كلمة الوفد بينا مدى اهتمام وحرص الدولة في مجال الأمن الغذائي، بدءا من الدستور اللي أولى الزراعة الاهتمام الخاص. كذلك ذكرنا الاهتمام الملكي السامي اللي جاء في خطاب جلالة الملك الله يحفظه في افتتاح دور الانعقاد الثاني، واللي طبعا ما تضمنه من توجيهات لضرورة وضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني الغذائي. كذلك قمنا بعرض التقدم اللي حققته البحرين في هذا المجال من خلال المبادرات الوطنية، وأهمها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وأيضا برنامج دعم المزارع البحريني اللي أطلقته مؤسسة تمكين بالتعاون مع بنك الإبداع، بالإضافة إلى تنظيم المعرض الدولي للإنتاج الحيواني واللي يحظى برعاية ملكية سامية ومشاركة من مختلف الدول المنتجة. نعم، من الرباط سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، عضو مجلس الشورى، رئيس الوفد المشارك في الاجتماع، شكرا جزيلا لك.